خسائر بالمليارات الدولارات. ملايين الأشخاص خسروا أموالهم من خلال العملات الرقمية، حتى أنه في ناس كتير فكرت بالانتحار. وهيدا مش كلامي، هيدا كلام ملايين المستثمرين بالعملات الرقمية. بالأسبوع الثاني من هيدا الشهر صارت مجازر بسوق العملات الرقمية، يلي تسببت بخسارة 200 مليار دولار من ثرواتهم بيوم واحد بس. حتى في أشخاص نامت ومعها مليارات الدولارات واستيقظوا ولقوا حالهم مديونين أو مفلسين. واحدة من أكثر العملات الرقمية استثماراً صارت قيمتها صفر، وبعض العملات نزلت قيمتها لأكثر من 50%. فصارت الناس تتساءل شو صاير بسوق العملات الرقمية وشو رح يصير فيها. وأكيد هلأ في ناس منهارين بسبب كمية الخسائر، وفي ناس شايفينها أنها فرصة ذهبية للدخول بسبب الانهيار. وأنا متأكد 100% أنه لهيدول الأشخاص خبرتهم صفر بمجال سوق العملات. فعلى سبيل المثال، في أشخاص كتير هلأ عم تفكر تشتري العملة المنكوبة لونا، ويلي وصل سعرها تقريبا لصفر دولار بعد ما كانت أكثر من 100 دولار. وأنا متأكد أنه 99% من هدول الأشخاص ما عندهم فكرة ليش نزل سعرها ولا عندهم خبرة بهذا المجال. طيب يا عزيزي، خليني أشرح لك شو صاير بعملة لونا وشو سبب الانهيار السريع للعملات الرقمية، وهل هيدا وقت مناسب للشراء. بآخر سنتين تقريبا في كتير ناس بدأت تستثمر بالعملات الرقمية كوسيلة لتزيد ثروتها بسبب تراجع الاقتصاد بشكل عام، وأيضا بسبب التضخم وفقدان قيمة العملات الورقية. وأيضا السبب الأكبر هو الربح السريع. ووصل عدد المستثمرين بالعملات الرقمية لأكثر من 300 مليون مستثمر مع بداية 2021، وجزء كبير منهم من الدول العربية. يعني لما نطلع على الخريطة رح نلاقي المصريين بالصدارة ب 1.79 مليون متداول، بعدهم المغربيين ب 878 ألف متداول، بعدهم بيجي السعوديين والعراقيين واليمنيين والسوريين والإماراتيين والأردنيين والتوانسة، وأخيرا السودانيين. الشيء المشترك بين كل المتداولين هو رغبتهم بتحقيق الربح السريع. فمنهم بالفعل حقق ثروات هائلة، ومنهم خسر كل شيء بيملكوه بما في ذلك صحتهم. بس كانت الأسعار في السابق بارتفاع وأكثرية الناس عم تربح. طيب شو السبب أنه أغلبية العملات نزلت أسعارها، وشو السبب أنه عملة لونا صار سعرها تقريبا صفر؟ بس قبل ما نشرح لكم عن شو سبب الانهيار السريع، خليني اشرح لك عن انواع العملات الرقمية. ركزوا معي منيح هلا حتى نفهم كل شيء. لحتى نشتري اي عملة رقمية مثل البيتكوين او اللونا، لازم نشتريها بعملة رقمية قيمتها ثابتة مثل اليو اس دي تي او التيرا يو اس تي. يعني لنفترض ثمن البيتكوين هو 40,000 دولار، فنحن بحاجة ل40,000 يو اس دي تي او تيرا يو اس تي لحتى نشتريها، والعكس صحيح. وقيمة عملات الثابتة تساوي 1 دولار. يعني مثلا إذا معك 1,000 USDT فيعني أنت بتملك 1,000 دولار أمريكي، ونفس الشيء بنطبق على باقي العملات التانية. وهلأ خليني اشرح لك الفرق بين الـ USDT والتيرا USD. ركز معي كتير من الحل. كل عملة USDT واحدة موجود مقابلها دولار أمريكي واحد بالبنك المركزي. يعني الشركة المصنعة للـ USDT حاطة بالبنك المركزي دولار واحد مقابل كل عملة USDT. يعني كل عملة USDT مدعومة بأصول ورقية. أما عملة التيرا USDT فالفكرة غير هيك تماما. هيدي العملة شغالة بخوارزمية وآلية بتخلي قيمتها ثابت على دولار أمريكي واحد. طيب كيف هيدا الشيء بيصير بدون ما يكون موجود أصول من العملات الورقية يحميها؟ خليني اشرح لك يا عزيزي، بس ركز معي أكتر هلأ. يلي محافظ على عملة تيرا USDT ويلي بتساوي دولار واحد هو وجود ما يقابلها من عملة لونا، يلي بيحدد سعرها العرض والطلب. وأيضا كرمال تزود الطلب على عملة تيرا، إنها بتقدم فوائد للمستثمرين بتصل ل 19.5% من يلي بيشتروا تيرا USDT وبيحافظوا عليها. وكانت الودائع تقريبا تقدر ب 14 مليار دولار، وبدأ المستثمرين يسحبوا أموالهم تدريجيا تزامنا مع رفع الفدرالي الأمريكي لأسعار الفايدة. وخلال 3 أيام بس تراجعت حجم الودائع لأكثر من 5 مليارات دولار. هيدا الشيء أثار الخوف أكثر، وتراجعت معها سعر عملة اللونا بشكل كتير كبير لأنها مقترنة بشكل مباشر بعملة التيرا USDT. وأيضا عملة البيتكوين كانت ضحايا هيدي الأزمة لأنه نزل قيمتها لأكثر من 26%. وأيضا في أسباب أخرى أدت لإنخفاض عملة البيتكوين، إلها علاقة بالاقتصاد الأمريكي
والبنك الفيدرالي. وقبل ما يخلص الفيديو اليوم بدي اسألك سؤال كتير مهم. هلأ إذا معك 10,000 دولار هل تستثمر فيهم بالعملات الرقمية أو لا؟ وخبرني بالكومنتات شو السبب. ولو عجبتك هيدي الحلقة ما تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس كرمال تشوفنا مرة تانية. دمتم بخير.